السلام عليكم، محمد راغب معاكم، ودرس جديد من دروس الماية. في الدرس ده ان شاء الله احنا عايزين نعرف ازاي ان احنا نعمل اخراج نهائي بشكل جيد وشكل احترافي لمنتج. المنتج في حالتنا دي هي الساعة، انا كنت عامل لها موديل قبل كده، ودي الجزئية الخاصة بعملية الريندر. هنحتاج الريندر اللي هيطلع بالشكل اللي احنا هنعمله ده. لو عندي مثلا برودكت وعايز ان انا اعمل له شكل جيد، ممكن يكون عندي عميل مثلا وطالب مني المنتج ده انه هيتحط على الويب بيج بتاعته على الفيسبوك او حسابه في انستجرام او على الويب سايت ستور الخاصة بيه زي امازون وزي الاونلاين اي كوميرس اللي موجودة حاليا. طيب بشكل يعني مباشر وسريع، احنا هنعتمد على اضاءة اسمها سكاي دوم لايت. سكاي دوم لايت دي عبارة عن سفير بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو انا مثلا خدت دي كده على جنب وقلت له ان انا عايز اعمل واحدة جديدة مثلا، فنيجي من عند ارنولد نقول له لايت سكاي دوم لايت، ده شكلها بيبقى بالشكل ده. والسكاي دوم لايت ميزتها ان هي بتدي لك اضاءة في كل الاتجاهات، وده اللي انت عايزه. انت مش عايز ان انت تعمل مشهد سينمائي او شكل درامي او بورتري، فمش عايز ان انت تحط كي لايت وفيل لايت وفيم لايت احيانا لو كاركتر او حاجة. لا، انت عايز ان انت توضح تعمل اضاءة موزونة من جميع النواحي، فما فيش احسن من السكاي دوم في الحالة دي. لكن في الحقيقة السكاي دوم لو انا جيت مثلا رندرتها على طول كده هتديك اضاءة بيضة من غير انعكاسات. في الحقيقة انا دلوقتي لو انا جيت مثلا حبيت ان انا ارندر الشكل ده ممكن ما اشوفش اي انعكاسات، لان الماتيريال لسه ما جهزش. الماتيريال اللي انا عايز احطه على الساعة لسه ما جهزش. انا ممكن يعني ممكن نصبر كده على اللي بيحصل ده. اعتقد فهمت قصدي. انا هعمل سكيب للعملية الريندرينج اللي بتتم، وهبتدي ان انا افعل الاي بي ار ريندر عشان يديني النتيجة مرئية سريعة اقدر احكم بيها على الشكل النهائي اللي انا ناوي ان انا اوصل له. فهدوس سكيب وهبدأ اني ادخل على ريندر سيتنج بتاعي، وهبدأ ان انا اقلل الاعدادات للحد الادنى بحيث ان انا مش محتاج انه انا اشوف الشكل النهائي او الجودة النهائية. الجودة النهائية في الاخر بحطها. طيب الماتيريال ده كمان ممكن جدا اني اقوم جاي عامل اجيب ماتيريال جديد من ماتيريالات الارنولد. لو نزلنا كده هنا في المنطقة دي هنقول له AI Standard Surface Material، كليك يمين على الماتيريال المحطوطة باي ديفولت وهي اللامبرت، كليك يمين Select Object with Material، فيبتدي يعمل لي سيليكشن لكل المجسمات اللي واقع عليهم الماتيريال ده، وانا عايز استبدله بهذه الماتيريال الجديده اللي هي الخاصه بالارنولد. فانا عامل السيليكشن هنا وقوم جاي قايل له كليك يمين اساين ماتيريال تو سيليكشن. مجرد ما بليس ايدي كده هيبتدي ينزل على طول الماتيريال بتاعتي. لو دوست مثلا 6 او 7 في الكيبورد، لو دوست 7 هبتدي ان انا اشوف الشكل الخاص بالاضاءه، واللي هو لسه طبعا ناقصه كتير. لو انا جيت مثلا قلت له اي بي ار ريندر، المره دي هنلاحظ بقى في سرعه كبيره جدا في اللي بيحصل، فهنلاقي ان الموضوع لسه بعيد تماما، واللون الابيض ده اللي هو جاي لي من السكاي دوم انا مش عايزه خالص. ففي الحقيقه لازم ان انا احط في السكاي دوم لايت بتاعتي في الكالر بتاعها احط حاجه اسمها اتش دي ار اي ايمج. والاتش دي ار اي ايمج هي عباره يعني ده ويب سايت هنا في اشكال وانواع من ال اتش دي ار اي ايمجز فري للداونلود، ممكن ان انت تدخلوا عليها وتعملوا لها داونلود. بنستفيد منها في ايه؟ اولا هي اختصار اللي هي حاجه اسمها هاي دايناميك رينج ايمج، وهي بتبقى صوره 32 بت فيها معلومات ضوء ومعلومات لون، فهي بتدي للمجسم بتاعك يعني ريفليكتد ايمج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتدي لك يعني لو في شمس مثلا، فالشمس دي هتبقى مصدر للضوء فعلا، لان الصوره هيكون فيها معلومات ضوء.
لدرجة انها هتبقى من نفس الظل من نفس الزاوية، ممكن انت مش هتبقى حاطط اي اضاءة تانية، انت حاطط السفير السكاي دوم وحاطط جواها ال HDRI image، وال HDRI image بتاعتك فيها شمس، فالشمس في المكان ده هتلاقي الظل ماشي متوافق مع مكان الشمس رغم ان انت مش حاطط مثلا بوينت لايت هنا. فبتبقى ميزة جدا ان انا بدي انعكاسات على المجسم بتاعي. انا في الحالة اللي انا فيها دلوقتي دي انا حطيت HDRI image عبارة عن يعني شكل انعكاسات بالشكل ده، الانعكاسات دي هتديني انعكاسات لذيذة جدا وبروفيشنال جدا لما اكون بستخدم شغل في جلوسي، زي مثلا العربيات، زي الساعات، زي الخواتم، زي اي حاجة معدنية وفيها انعكاس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مجرد بس ما انا حطيته وجيت هنا بقى عند الماتيريال وجيت قلت والله الماتيريال ده انا عايزه يكون يديني احساس الكروم او عايزه يديني احساس الستانلستيل مثلا، فانا واقف على الماتيريال هلاحظ ان في بريسيتس جاهزه خاصه بالحكايه دي، ودي حاجه جميله جدا ومريحه جدا في الارنولد الجديد. فهدوس على البريسيتس بكليك شمال وهاجي عند كروم واقول له ريبليس الاعدادات الخاصه بالاي اي ستاندرد سيرفيس اللي انا حطيتها دلوقتي، هي نازله باعدادات، انا اقول له لا بدلها لي بالكروم سيتنجز او بريسيتس اللي عندك. فلاحظ على طول تغير كبير جدا حصل، لان بدا ان هو عالي جدا بالريفليكشن والسبيكولر طبعا يمكن يكون حاد شويه. طيب عشان اعرف اشوف لازم ان انا ادخل على الاي بي ار ريندر بتاعي وابدا ان انا اجرب اشوف النتيجه عامله ازاي. فدي النتيجه اللي طالعه معايا بشكل مبدئي، لو انا جيت مثلا طلعت كده شويه ادي النتيجه اللي طالعه معايا وانا ما لحقتش اعمل حاجه، يعني كل اللي انا حطيته اتش دي ار اي ايمج بشكل مميز وحطيت ماتيريال وحطيت له اعدادات، ودي النتيجه اللي طالعه معايا. الارض بس هي اللي هرجعها تاني على الديفولت عشان تشوفوا الماتيريال بتاعها هيبقى عامل ازاي، يعني انت اي ارض هتبقى حاططها ده النتيجة بتاعت الارض اللي هتكون جاية معاك بشكل ديفولت. جميل. طيب لو انا مثلا هجيب دي كده شوية، ولو انا حبيت لو حابب ان انت تغير شوية في اعدادات الستانلس او الميتال ده، فممكن ان احنا لو دخلنا على الماتيريال نفسه هنلاقي ان في عندي رفنس تحت السبيكولر، فانا ممكن اقول له لا والله انا عايز ان انا اخليها بلوري شويه، عايز الانعكاس ده يسيح شويه يبقى بلوري. فما ما ما يهمكش المنظر النويزي ده، النويز دي ده كواليتي، انا في النهايه لما اخلص هرفع الكواليتي هتشوف النتيجه اللي انت بتطمح ليها. ممكن مثلا تقول له لا انا مش عايزها بلوري قوي، انا عايزها بلوري حاجه بسيطه جدا بمقدار 1/10، او مش عايز خالص يكون في عندي بلورنس في السبيكولر. انا اعتقد نتيجه 1/10 جيده، يعني ولا هي ممسوحه خالص ولا هي بلوري مغيمه خالص ولا هي حاده جدا، فدي نتيجه ظريفه. في نفس الوقت كمان هلاحظ ان النتيجة هنا سودة وانت هنا شايف الحاصل عندك في الريندر. في الحقيقة ده ما بيبقاش الاعداد الديفولت، يعني ده اللي كان هيطلع معاك في البداية اللي انت لو انت مش عايز ان الخلفية دي تطلع لك في الريندر، انا عايزة تبقى سودة، فبتيجي تمسك اللايت السكاي دوم لايت بتاعتك في الاتريبيوت اديتور، وانت عند يعني لو انت على التشانل بوكس كده تقوم رايح للاتريبيوت اديتور، تخش على الاعدادات الخاصة بيها، تنزل شويه كده هنا وهتقوم جاي عند فيزابيليتي، هي انت قايل له ان هي تبان في الكاميرا، احنا هو ده الديفولت، انت مش قايل له حاجه، ده الديفولت، الديفولت ان هي تحت بند فيزابيليتي هي بواحد، يعني هي هتبان. فانت تقول له لا والله انا عايزها صفر، انا عايزها ما تبانش، ده لو انت عايزها ما تبانش. انا في حالتي انا دلوقتي انا مش عايزها ما تبانش فعلا، فده اللي حصل. الحاجه الثانيه ان انا عايز يكون ده كمان اسود، يعني ايه؟ يعني عايز الارض دي كمان ما تترندفش، لكن عايز يكون عليها انعكاس برضو. ففي ماتيريال ظريف جدا اسمه اي اي شادو ميت، اي اي شادو ميت ده من ضمن الماتيريالات الخاصه بالارنولد، فلو جيت قلت له اي اي شادو ميت اهو وجيت نزلته على الارض، مسكت الارض ونزلته عليها، هلاحظ
ان الارض كلها ما بتترندرش، يعني ولا في انعكاس ولا في شادو ولا في اي حاجه خالص. طيب انا دلوقتي، طب انا كنت عايز يكون في عندي انعكاس، عايز يكون في جزء منها مستغل والباقي عايزه ما يترندرش، اوكي انا مبسوط بده، بس انا عايز في جزء منها يكون باين فيه الانعكاس. فاحنا واقفين على الشادو ميت في الاتريبيوت اديتور، هلو منزلين شوية كده نشوف الفولدرات بتاعتها، لان في فولدر اسمه سبيكولر. سبيكولر هنا جاي بمعنى الريفليكشن او الانعكاس، او الاثنين بيقولوا نفس المعنى بالنسبة لارنولد. فانا حاليا الاندايركت سبيكولر غير مفعل، الاندايركت اللي هو ده الدايركت وده الاندايركت، فهو مش موجود. انت تقول له لا انا عايز يكون في عندي اندايركت سبيكولر. طب الاندايركت سبيكولر ده هل انت عايزه يكون بلوري كده ولا عايزه يكون حاد تماما؟ فانا لو قلت له رافنس اللي هي الغيامه اللي حصلت، نفس المنظر اللي هنا هو نفس الحكايه اللي بتحصل هنا، بس بالنسبه للشادو ميت مش بالنسبه للاي اي ستاندرد شيفتس، لكن نفس الكلام. فلا والله انا مش عايز يكون عندي رافنس، او عايز يكون عندي رافنس بسيط مثلا 1/10. تاني موضوع النويز ده هيتحل في الكواليتي النهائيه. وبكده هتلاقي نفسك يعني مثلا لو انا عايز ابدا ان انا اطلع الكادر بتاعي، فهم جاي مفعل هنا الريزوليوشن جيت، فده هيخليني اعرف مين اللي هيترندر ومين لا. يعني لو طلعت بره المنطقه دي الفريم ده، فهبص الاقي ان هو بقى مقطوش عندي من هنا، فطبعا مفيده جدا ان هي تبقى مفعله ريزوليوشن جيت. فهقول له والله انا اصلا انا كنت عايز ان انا اخليها كده على جنب، عشان عايز النتيجه اللي تطلع هنا احط جنبيها اللوجو اللي هو مثلا هوجو او ايا كان بقى الماركه او البراند اللي انت شغال عليه او شغال معاه، وتطلع الصوره بعد كده يعني تاديت الكلام ده على الفوتوشوب. هروح دلوقتي للاعدادات نفسها الخاصه بالريندر، ادوس ستوب الريندر عشان ما يقعدش ابديت اللي انا هعمله، فالجهاز يبتدي يتقل مني عشان هيبتدي يستجيب لكل حاجه انا هعملها. لا انا هحطهم دلوقتي، وبعد ما اخلصهم خالص هقول له اتفضل ريندر نهائي. فعليت بالاعدادات في درس تاني ان شاء الله، ممكن ان انا ابقى موضح بقى مين هي السامبلز بالظبط بتاعت الارنولد، لكن بشكل ما انا دلوقتي اقدر ان انا احط الاعدادات دي، واللي بالمناسبه هتمشي معايا في مشاهد كتير جدا حتى لو انا مش عارف مين دول بالظبط. بس طبعا انا ما بفضلش ده ابدا، وده المنهج اللي انا دايما ماشي عليه، ان دايما بيبقى عندي دروس فيها الانترودكشن، بنفهم الموضوع من اوله ايه وبعدين بننهي. ده مش درس انترودكشن، ده درس نهايه الاخراج للمشهد بتاعي للموديل ده، وبعدين عمليه الريندر بتاعته. فاحنا في اللقطه بتاعه الريندر، هدوس ريندر وهلاحظ ان الموضوع هيبقى ابطا شويه من اللي كان بيحصل من شويه، لكن مش البطء الفظيع، لكن ابطأ طبعا من الاول. لكن هلاقي ان النويز بنسبة كبيرة جدا اتقتلت، ما بقت مش موجودة، والمشهد نضيف عن الاول، وهيبقى جاهز ان انا احتفظ بيه او اسيفه يعني، وادخله على اي برنامج تاني عشان ابتدي ان انا اعمل color correction او ابتدي ان انا اعمل compositing. لان خلي بالك ان الجزء الاسود ده انا متعمد تماما، الاسود ده مش اسود، يعني هو ده مش اسود، هو ده الفا، يعني ده دلوقتي شفاف. اقدر ان انا اخد الساعة دي زي ما هي بالانعكاس بتاعها فقط، واقدر ان انا اعمل compositing على اي برنامج editing زي فوتوشوب او افتر افكتس او نيوك او ايا كان. اتمنى الدرس يكون مفيد، واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتم بيه، واشوفكم على خير ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.